في المشرق ضجة مخضبة بدماء الضحايا، هي الفوضى تبيح الاجتياحات وتحلل الإبادات، هو التطرف يلطخ أيادي المرتكبين ويزهق أرواح الأبرياء ويهجر ويدمر ويفرز طائفياً، وكل ذلك باسم الله. ونسأل نحن أي إله هو هذا؟ فيا إلههم المزعوم، كم من الجرائم ترتكب باسمك وعلى اسمك. الأخوات والإخوة، من مواجع شرقنا المدرج نورت نور الشرق، هي كأخواتها في أسرة تيليلوميير، قضيتها بناء الإنسان المنشود، وهمها ضخ روح السلام تحت مظلة وحدة الكنائس، وبخاصة في ذا الشرق المتألم. للإنسان، لكل إنسان هي شاشة نور الشرق. للكنيسة، لكل كنيسة هي نور الشرق. ربنا يسوع المسيح هو الغاية وهو الموجه والمدبر. من نحن من دون المسيح؟ وما أي إعلام في خدمة الله الحق والإنسان الحق من دون المسيح؟ لذا انبثقت فكرة هذا المؤتمر، وهي السعي لتحقيق اتحاد الإعلام المسيحي في الشرق. شكراً لأصحاب الغبطة ولبركتهم الروحية، شكراً لمشاركتهم من خلال ممثليهم، شكراً لأصحاب السيادة الأساقفة، شكراً للسيدات والسادة الذين تقبلوا فكرة إدارة الندوات والمشاركة، شكراً لكل وسائل الإعلام الحاضرة والممثلة، شكراً لكل من تلطف وحضر. حضوركم نعمة وشرف، فقدر الله مجهودنا في نور الشرق لما فيه مجد الله وخير الإعلام المسيحي في شرق هو أصلاً مسيحي.